السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه التاسعه. رجعت لكم من جديد يا جماعه الخير بالحلقه التاسعه من لعبه دارك سول الجزء الثالث. لا تقولوا ابدا، اضغطوا زر السبسكرايب، وشكرا يا جماعه الخير على دعمكم بالسلسله دي. الله يعطيكم العافيه، يعني صراحه دعمكم بالسلسله دي كان جدا جميل، فمن كل قلبي شكرا. اتمنى توصلون دعمكم الجميل، وخلونا يا جماعه الخير نكمل. بسم الله، ونكمل يا جماعة الخير. الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر. الحلقة الماضية ختمنا اللعبة الأسطورية ذي، ختمناها يا جماعة الخير. بس لكن بالحلقة ذي إن شاء الله راح نلعب الإضافات الأولى اللي اسمها آش أوف أريندول. إضافات أسطورية صراحة جدا 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 حلوة، فخلونا ننطلق يا جماعة الخير، خلونا ننطلق. بس لكن الحلقة الماضية يا جماعة الخير بالمنطقة حقت اللي واجهنا فيها التنين وكذا، عارفين آخر منطقة باللعبة واجهنا مقاتل يا جماعة الخير كان موجود بدارك سول الجزء الأول، وأعتقد كان موجود بالثاني، اسمه هافل، عارفين كيف؟ فهو بعد ما تقتله تاخذ بس درعه اللي يشيله بيده وسلاحه المطرقة، ودرعه كامل تلاقيه هنا بالمنطقة ذي. فاكرين يا جماعة الخير كنا هنا تقريبا أعتقد بالحلقة الثالثة أو الثانية، فدرعه كامل تلاقيه هنا، شايفين؟ خذت هافل، درع هافل، قفازات هافل، شايفين كيف؟ درعه كامل مكمل، درعه جدا جدا رهيب من ناحية الدفاع. جدا رهيب يا جماعه الخير درعه من ناحيه الدفاع، عرفت كيف؟ سبسكرايب راح يخليني ثقيل، وزنه 21 ان شاء الله قدام راح اجيب خاتم راح يخليني اقدر استخدم الدرع ده، مره درع رهيب. فخلونا ننطلق يا جماعه الخير، خلونا ننطلق بحلقتنا وخلونا نلعب الاضافات. رهيب الاضافات باللعبه دي، وراح نستخدم سلاح اخر زعيم باللعب اللي اسمه سندر يا جماعه الخير، عارفين كيف؟ هذا هو السلاح راح نستخدمه ان شاء الله بالاضافات. فخلونا ننطلق يا جماعه الخير، خلونا ننطلق بحلقتنا. خل بس اجي هنا واشوف هذا عنده شيء ابغاه. خلنا ناخذ لنا واحد ينبر، اوكي خلاص احنا كذا تمام. السلاح يا جماعه الخير ذا قوينا على اعلى مستوى الحلقه الماضيه. سلاح رهيب، مره سلاح رهيب يا جماعه الخير. فالحين خلونا ننطلق ونروح نلعب الاضافات. الاضافات تلعبها من هنا، الفكرة يا جماعة الخير من هنا. فخلونا ننطلق. اضافات باللعبة دي اسطورية زي ما اقول لكم، صراحة جدا جدا حلوة. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel and the ash. عرفت يا جماعة الخير؟ عشان العب الاضافات عشان اكلم رجال طيب ذا. راح نشوفه بالاضافات وراح يساعدنا ضد زعيم، عرفت كيف؟ عارفين والله يشبه، عارفين يشبه مين؟ فاكرين قبل ما تواجه ال جنرال ردان بلدرينج؟ عارفين الرجال هذاك؟ والله نسيت اسمه، كنت عارف اسمه، في واحد كذا يقول خطبة قبل ما تواجه ردان، هذا يشبه له يعني بشكل كبير. You've the same scent as that woman. Then you must be. بعرف كيف تتكلم وخلاص يعني يدخلنا الإضافات. You don't know how long I've searched. Oh, don't mind me. Didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. قبولي وخلونا نقبل. زي ما اقول لكم صراحة اضافات باللعبة دي جدا جدا حلوة. Thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. أعتقد اسمه يا جماعة الخير جيل، هذا اسمه جيل. أفكا. تتكلموا كده وتدخل الإضافات.
the ashes were two. ويضحك كمان. فخلونا ننطلق يا جماعه تقريبا بالمنطقه دي باذن الله. الاضافات هو في يعرف كيف اكثر من اضافات باللعبه دي. الاضافات هذه ان شاء الله راح اعرف كيف اشوف ريندو راح نخلصها باذن الله بحلقه واحده. والله هي شويه طويله بس ان شاء الله ان شاء الله راح نقدر نخلصها بحلقه واحده. فدحين يا جماعه الخير خلونا بس ناخذ لينا خلونا نكلم الشيء ده. والله ما ادري ايش يطلع فخلونا نكلمه على الفيديو بوعده. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. A sweetly rotting bed to lie upon. Okay, خلونا نطلق يا جماعة الخير. أفضل منطقة عندي بدارك سول الجزء الثالث اللي هي ذي يا جماعة الخير عالم ريندول المرسوم جدا جدا حلو. فخلوا نطلق معنا السلاح الفيك اب سندر لما قتلناه الحلقة الماضية اسمه سيف النار العظيم رهيب صراحة. وخلونا نستخدم لنا واحدة من الإمبر مستواي هو عارفين كيف اللي ختمنا في اللعب الحلقة الماضية. فخلونا نطلق يا جماعة الخير خلونا نطلق بالمنطقة الرهيبة ذي. سيف رهيب شوفوا كيف لما اسوي كذا بوم شبكه احميه ويصير الضرر جدا جدا عالي. شبكه اذا مسكته بيد واحده السلاح تقريبا بطلقه يا جماعه ضربه واحده وخلاص انهيهم. اوكي عندنا واحد كمان هنا في من الاشجار دي كمان عارفين بس قدام راح نشوف زيهم كذا لازم نقتلهم. اوكي راح نجي من هنا بس بالبدايه خلوني اجعل هنا في كم واحد هنا. سلاح رهيب يا جماعه الخير والله السلاح رهيب يعني ليت اللعبه كانت تديك اياه من البدايه بس للاسف ما يمديك تجيبه الا خلاص نهايه اللعبه لما تختمها. بس شيء حلو والله يكون عارفين كيف معاك بالاضافات. شوف الاشجار هذه راح نشوف زيها كذا يهجمون علينا وكذا. والنار نقطة ضعفهم. بالاضافات هذه يا جماعة الخير اشوف ريندول النار زي ما انتم شايفين تسوي ضرر كبير. والله شوفوا انا كمان لعبت الاضافات بالسلاح اللي ختمنا في اللعبه عارفين يا جماعه الخير السلاح ذا هذا اللي ختمنا في اللعبه نصل مريون. هذا يا جماعه الخير يعني لما تختمت الثانيه كنت العب بالسيف ذا وقدرت على اضافات بالسيف ذا سيف اسطوري والله سيف اسطوري يا جماعه الخير. حنكمل نكمل على هنا الواد اعتقد لازم نقتلها بس شو لسه نشوف زيهم قدام. بدي على جماعه تاخذ الحين عارف كيف راح نواجه ذئاب كثير راح نطيح هنا بس ما راح تسوي ضرب عليكم. في كيف راح نشوف ذئاب كثير هنا اخر شيء تبغاه عارف كيف انه الذئب كذا ينادي الذئاب الثانيه وكلهم يهجموا عليك عارف كيف هذا اخر شيء نبغاه. الذئاب مو زي الكلاب يعني زي ما تقولوا شرسه بزياده اما الذئاب سكوت تقدر اداهم بس ما عليكم. اوكي كلهم راح يتجمعوا عليها بس ما عليكم. الذئاب مو زي ال المفروض تجي فيكم تجي فيكم ضربة كفو. الذئاب يا جماعة الخير مو زي الكلاب يعني عارفين كيف؟ يعني اضعف عارفين؟ شبكة ما يهجموا عليك باستمرار زي ال ما يهجموا بس حلو حلو وما يهجموا يا جماعة الخير بس لكن مو زي ال مو زي اللي هو الكلاب. اوكي اوكي اعتقد بقي لنا واحد بس. حلو حلو شوف كيف سلاح القوي ما شاء الله.
ليه بس ثواني يا جماعة الخير، ليه بس ثواني يا جماعة الخير، والله الصوت كأنه شوية عالي. قولوا نكمل دحين. اوكي هنا عندنا بعض الأعداء، بحاول أقتلهم كلهم ضربة واحدة، عارف كيف زي كذا. هذا هم واحد اللي رش النار، البقية عارف كم أقدر عليهم. شبيك والله سلاح رهيب صراحة، إن شاء الله عارف كيف راح يسهل علينا المنطقة دي بشكل كبير. وأنا الله يهديك كان المفروض أروح عند ال كان أخذنا رمح حقهم. شبيك رمح التابعين، كان المفروض يا جماعة الخير أروح عند ال أندري الحداد. بقنا شجرة واحدة، نقطة ضعفهم النار، عندهم مسكة مصيبة والله لو سووها. كافوا من ثلاث ضربات، حلو. كان المفروض اروح عند اندري الحداد وازود عبوات الرماد، احط لي واحدة اقل له واثنين عشان احتاج انا الاف بي يا جماعة الخير، احتاجه عشان مسوي المحمي السيف عارف كيف. بس ما عليكم، عند اقرب بون فاير ان شاء الله. بس خلونا ناخذ الاشياء اللي هنا، خليني ارجع والله انا اهدينا رخيت بزياده بالله. معلش بس خلونا ارفع، ايوه معلش، او خلوا اقتل اللي هنا. اوكي شايفين الثانية رشت عليه بعض النار، ف لازم ننتبه. خلوا بس اروح من هي الثانية، عندنا اثنين هنا. حلو حلو هنا، بس بقي لي اثنين هنا. اوكي اوكي عندنا ذيب كمان هنا، بس اجي على هنا. وعندنا ذيب كبير على فكره، راح نواجهه. بسم الله يرجع لورا. اوكي وبقي لها شجرتين، خلونا نخش بدي. حلو حلو نهناهم كلهم الحمد لله. والله هو كان المفروض بالبداية ما انزل، ما اجي من هنا، بس ما عليكم. خلوني بالبداية اقتل اللي هنا، يعني هذول كان المفروض تجيهم من ورا. والله كافو عجبني السلاح، يعني ثقيل شوية، صحيح انه ثقيل شوية. بس زي ما انتم شايفين ما شاء الله الضرر اللي يسويه عالي. حلو حلو واحدة بواحدة مع الحشرات دي. والله ما ادري، انا كان المفروض اجيهم من هنا، بس والله بما اني جيتهم من ورا الاشجار دي يعني ما فكر شيء مو سيء. يعني هو الفكرة انك تيجي من هنا وتطلع ويهجموا عليك، بس عارف كيف انا جيتهم من ورا. حلو حلو البوم فاير اعتقد هنا، لا والله اعتقد هنا. ايه بس خلوني اروح اخذ البوم فاير، ايوه من هنا. كفو كفو، بس لسه والله في اشياء ورا. ايه خلوني بس انزل يا جماعة الخير اخذ البوم فاير، وخلوني كمان ارجع ايوه للحداد ونرجع له. على فكرة لسه في اشياء ورا وفي الديب الكبير اللي بنواجهه. خلوني بس بالله ارجع ضريح النار والعبوات حقت الاستس، اخلي كم واحدة من حقت الاف بي، اثنين يوم بخلي اثنين من حقت الاف بي عشان احتاج اعرف كيف العبوات حقت الاف بي وكذا. فبالله بس خلوني على السريع اجي هنا. كفو والله، والله عجبني كيف القوة اللي احنا فيها يا جماعة الخير.
والقوارير التوزيع ايوه خلونا نخليها 2 13 ايوه كذا او خلونا نطلق الحين السفر ايوه خلونا نجي على هنا هذا الحين عندنا اللي هو ال عندنا جماعة اخر الديب الكبير او يعني اول مرة نواجهه لازم تقريبا ترقص نص الصحة حقته بعدين تواجه مواجهة ثانية عارفين وطريق الاساسي من هنا فكيف يا جماعة اخر من هنا مع الجسر راح اروح مع الجسر بس بالبداية في كم شيء هنا خلونا نروح وناخذه عارفين راح نطيح من هنا بعدين بس ايش خلونا نجي من هنا الفيو ذري مو لازم نواجههم كلهم من جديد بس الذئاب خلونا نديها عارفين اوكي اوكي زي ما اقول لكم الاشجار هذه عندهم مسكة والله خطيرة خل بس اقتل اللي هنا خلونا اجيبهم على هنا الفكره عشان النار هذه ما تجيني اوكي خلوكم كلكم كذا يا سلام كفو والله كفو جبتهم كلهم على فكره يا سلام هو ذا اللي نبيه خل بس اقوي نفسي اوكي كافو جلدناهم يا جماعة تقريبا باقي لنا الذيب الكبير شوفوا كيف كلهم جبناهم هنا كاد لازم يموت بسرعة عارف كيف قبل ما يجيب الذيب الكبير كذا هو عارفين يا جماعة الخير دحين ما تقدر تنهيه بس تنقص قوة عارفين قدام ان شاء الله راح نواجهه مرة رهيب والله بس والله ما ادري ملاحظ صراحة كل صراحة معاكم الضرر اللي قاعد اخذونه كبير خلونا نحط ايوه كذا خلونا نشيل دي يا جماعة الخير خلونا نحط دي اوكي اوكي ثقيل لساتي خلوني طيب ايوه اشيل ذا اوكي اوكي لساتي ثقيل مش ابغى اشيل انا والله راح اضطر اشيل الخاتم ذا وخلوني يا جماعة الخير احط خاتم هافي اللي يزود الحمولة وكذا ايوه حلو كذا تمام ان شاء الله قدام كم راح نجيب خاتم اقوى باذن الله دحين يا جماعة الخير خلونا ايوه نكمل على هنا دحين عندنا تقريبا الاعداء الرئيسيين للمنطقة دي كيف ضخام زي ذا ودرعهم رهيب درعهم ان شاء الله راح نجيبه من البرج ذا شوف البرج ذا اللي قدام راح نجيبه من عنده درع رهيب يزود لك الصحة عارف كيف خلو بس يقرب كافي الضرر تحسهم جامدين بس والله صدقوني ما هم مره جامدين بس بالله يرجع لورا شبكة مره سهل تجي وراهم اوكي خلوك كمل على هنا اعرف كيف لسه في منهم اوكي يا جماعة تقريبا دحين بنروح للبرج ده سيده
عشان في واحد قاعد يطلق اسهم وكذا، فافضل شيء تروح له هو بالبدايه. وكمان جيب الدرع اللي اقول لكم عليه اللي يزود الصحه تدريجيا على فكره، بس بما انك حاطه كذا الحين واحد راح ينزل لنا كيف خلص استقبله كذا. سلام بلا شوف الضرر 637. اوكي خلنا بس نرجع لورا. زي ما اقول لكم درعهم رهيب باذن الله، راح اقوي على اعلى مستوى. في سحليه كمان اللي راح نصيدها، بس بالبدايه خلنا نطلع لفوق. بقول لنا عدو واحد عارف كان طلق علينا بالاسهم، اللي هذا هو الدرع اهم شيء فيه اللي ورايا ان شاء الله راح نجيبه. بس ايش بقي لنا واحد هنا، خلنا نخش فيه. يا سلام اوكي كفو طيحنا. هاي خلو بالبدايه بس اطلع على فوق على فكره، بعدين نرجع تحت. اعتقد هذا هو درعهم. بسم الله خلونا نجي هنا وخلونا نحط ال هي، بس خلونا نحط ال خلوني يا جماعة الخير احط الخاتم حق القطة في كيف. ان شاء الله طحت هنا. خلونا نقز النقزة ذي. حلو حلو جبناها. جبنا الفاس حقهم. يبدو احنا نبغى ننزل من هنا. نبغى ننزل من هنا. والله ما افتكر بالله، بس ثواني. ما افتكر هنا في شيء، بس بالله خلونا نشوف. انا اعرف درعه باللي تحت ان شاء الله راح نجيبه. بس بالله خلينا نشوف هنا ايش فيه. والله ناسي هنا ايش فيه بالضبط. اضافات رهيبة بلا شي في كيف بالثلج وكذا، مرة حلوة والله اضافات الدارك سول الجزء الثالث صراحة يعني جدا تعجبني. اوكي خلاص الحين كله علينا، نزعل تحت. عارفين حتى الزعيم اللي فيها والله رهيب. بنزل من هنا انا، يو خلينا ننزل من هنا. في سحلية كانت هنا اعتقد لسه بالدور اللي تحت. ايوه نبغى ننزل من هنا. ايوه شايف هالسحلية، خلنا نروح نصيدها. كفو والله ضربتين عشان السلاح اللي كان معايا. عارف كيف كنت اصيدها بثلاثة تقريبا. هذا هو يا جماعة الخير ترسل بلوط الاثيري عارف كيف، رهيب والله يزود الصحة بيبطل. بالله شوفوا كيف الحين الصحة حقتي كف والله مي كامل. خلوني اوريكم الدرع ذا بما انك حاطه كذا يا جماعة الخير، خلوني كمان اوريكم ايش يقول. ايوه المهارة حقته كمان رهيبة ويزود الصحة بيبطل. لو تشوف الصحة حقتي يعني شايف كيف 22 24 بلا شايف الصحة قاعد تزيد، يعني مو بشكل كبير بس يعني قاعد تزيد. كمان من الاشياء الحلوة انه الدرع ذا عارف كيف مو لازم ادق، يعني مو لازم اخليه ورايا كذا عشان استخدم مهارة السلاح. هو اي سلاح عشان تستخدم مهارته بال 2 الفكرة كيف لازم تكون شايله تقريبا يعني باليدين، بس لكن الدرع ده خلاص يسمح لي اني اقدر اسوي المهارة وانا شايله زي كذا. عارفين؟ عارفين يا جماعة الخير؟ فا ايوه لازم اشيله بيدي. بالله ثواني دوبي لاحظت والله. ايوه معلش عشان شلت الخاتم. ايوه معلش معلش. خلنا بسم الله ارد الخاتم. خلنا يا جماعة الخير ارد الخاتم، يحتاج الخاتم ده. فشايفين ذحين بما اني شايل السلاح وذا عارف كيف؟ خلاص مداني يا جماعة الخير استخدم المهارة على طول زي كذا. شايفين؟ يعني هو يحطه ورا ظهره على طول. مرة شيء حلو. فما يحتاج كل شوية احط ال فين يا جماعة الخير، ما يحتاج كل شوية احط الدرع كذا عارف كيف ورا ظهري. خلاص بما اني ماسكه كذا اقدر استخدم المهاره حقت السلاح ذا والصحه كمان. شايف كيف قاعد تزيد. درع اسطوري صراحه مره رهيب، والجسدي كمان 100 يعني شوفوا كيف.
ودحين دحين عندنا كم واحد هنا؟ الايتم لنا حجر. ايوه خلونا ناخذه، خلونا نبدا بذا. بس اخر شيء تبغى انه يجي يخش مع هذا يلفلف ويجي من هنا. خلونا نجيب ذا على هنا. ايوه تعالي شوفني هنا فكه اللي بمطرقه تقريبا اضعف. عارفين مره سهل تطعنهم حقول المطرقه، بس الضرب والله ضربته تسوي ضرر كبير زي ما انتم شايفين. اوكي كم ايوه كم في واحد هنا يلفلف مع الكلب حقه. خلونا نجيب الكلب او الذيب معلش. ايوه خلونا نجيبه كذا. اوكي اوكي احنا نبغى الذيب. خذ ذي كذا. وخلوني اقوي نفسي على طول. شوف كيف قايل لكم الضرب والله سوى ضرر كبير. الله ياخذه. والله السلاح رايب. شوف الضرب ما شاء الله قد ايه. كاد الاول سويت له ضرر. كان نفسها تكون طعنه. حلو حلو هنا. خلونا نكمل ذحين. اعتقد بقي لنا واحد بس. ماشي فيك كيف درع قوي والله. ولسه عارف كم قويته. ان شاء الله لما ارجع للحداد راح اقويه باذن الله. احنا عندنا اثنين كمان هنا. اوكي كافو نعنى الذيب. هذا عاد اللي يعرف كيف بدرع. اعتقد انه الاخير. نقول ان شاء الله انه الاخير. يا بطل هي. والله كان المفروض هذه الطعنة بس ما عليكم. حلو حلو طعناه كفو. والله يا جماعة الخير يعني الفيك اب يعني انا سبق قلت لكم انا مسوي تختيمة ثانية يعني شوف فيها ضرر الاسلحة وكذا وسجل المعلومات. كنت استخدم السلاح الثاني ذاك فكيف اللي يسوي بليت اللي هو ذا يا جماعة الخير. كنت استخدم ذا والله ما كنت مدرك الوضع قد كذا يعني قتلوني اكثر من مرة. فكيف الحمد لله السيف ذا والله يعني سهل علي الامور بشكل كبير. دحين خلاص دحين كل علينا نكمل. دحين راح نواجه الذيب الكبير. فكيف راح نواجه الذيب الكبير يعني انا كان مداري اكمل من عند الجسر وخلاص. عرفت كيف؟ بس عشان بس في الاشياء اللي هنا وال عرفت كيف والدرع اللي اخذناه. فدحين يا اخوان دحين راح اجي الذيب اكيد ما راح يجي لحاله. فاحنا خلونا بس نجي على هنا. احاول اقول لها اكتب لي واحد بس. اقضيهم كلهم كذا. اوكي اوكي هو جاء. اوكي دحين لحاله. لا والله مو لحاله شبيك. اخر شيء تبغاه انك تخش فيهم كلهم كذا. خذ مني العلم. افضل شيء تجيبهم على هنا. بس اجيبهم على هنا. شايفين قديش؟ خلي بس اقتل الثلاثة هذول بعدين خلاص نفضل ذا. اوكي اوكي. فشايفين هذا افضل مكان تواجهوا فيه. الحين خلاص الحين راح تواجهوا. لازم نقتله على فكرة. كفو كفو والله قاعد نسوي ضرر طيب. ما اعتقد مدى يدخل هنا. يا سلام هنا. يعني افتكر قد واجهتهم قبل كذا. وخشيت فيهم كلهم كذا مع بعض قتلوني صراحه. اما شايفين انت تسحب وتقتل الاعداء اللي هنا كلها وعد تجي تسحبوا عند البرج ذا خلاص شايفين كيف يصير جدا جدا سهل. بدأت انه قتلنا الدفع علينا بسرعه فالحمد لله. فدحين يا جماعه الخير ودحين راح نجي عند البوم فاير اللي اخذناه.
يعني هو كان المفروض نجي زي كذا، بس والله يشوفه يعني الطريقه اللي انا بديت فيها الاضافات ما كنت قاصد العب زي كذا، يعني ما كنت قاصد اروح البوم فاير على طول، كان المفروض اني اقتلهم كلهم بعدين اروح للبوم فاير، بس والله الطريقه اللي سويتها حلوه اني رحت بالبدايه للبوم فاير بعدين كيف جيتهم من ورا تقريبا عارفين، يعني افضل صراحه نشوف. خلونا دحين بس في كفر تاح هنا وخلونا نكمل. دحين يا جماعة الخير الجسر ده لازم نطيحه، من ده ننزل من هنا شايفين هنا في منطقة كاملة، والطريق الأساسي تخيلوا عشان تكمل بالمنطقة دي والطريق الأساسي دي تطيح الجسر ده، تنزل من هنا شوف كيف تمشي من هنا لين القرية دي اللي تحت، في تحت قرية ننزل عندها، وفي كمان فيك في جماعة آخر منطقة ثانية كمان على تحت تنزلها من هنا وعندها زعيم، يعني مو الزعيم الرئيسي حق المنطقة دي. فبالبداية قبل ما ننزل على تحت من هنا ومع الجهة الثانية اللي قدام شايفين السلم ذاك راح أروح من عنده إن شاء الله، خلونا بس نيجي هنا. خلونا بس يا جماعة الخير على فكرة ندخل الكنيسة ذي، أو في عندنا ذا على فكرة درع رهيب والله وراح نواجهه قدام. Well, well. Your lady Yuria's Lord of Hollows. No bell tolls. And yet, you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now, go on inside, show respect. And listen carefully. What is Lady Yuria thinking? شايفين شايفين ايش قاعد يقول؟ يعني قاعد يحقر فينا شايفين، قال يوريا ايش كانت تحس يعني ما ادري ايش قبلت فيك وكذا. فخلاص عارف كيف؟ خلوه يفارق قدام ان شاء الله راح نواجهه وراح نأدبه تأديب. الحين يا جماعة الخير خلونا ندخل هنا عند فريا. فريا يا جماعة الخير رهيبة والله. خلونا نكلمها. To the painted world of Ariandel. I am Frida. Frida, ايوه. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Lord of Hollows. I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess, a remembrance of this cold world for the great Lord of Londor. May it help thee bear thy duty. Now, return from without a place in that world, and that alone is cause to rejoice. اي خلاص خلونا نسيبها، في كيف راح نشوفها قدام، وفوق دحين ما في اي شيء يعني في كيف في شخصية قدام راح في كيف نكلمها وراح تكون فوق، وان شاء الله لما تيجي فوق عارف كيف راح نكلمها، دحين لو طلعنا فوق ما في اي شيء، فدحين يا جماعة الخير اول شيء خلونا اوريكم الخاتم اللي ادتني اياه يزود عارف كيف يزيد من مقاومة التجمد. والله رهيب مو سيء، بس عارف الخواتم اللي انا حاطها كلها احتاجها. الباب اللي من هنا راح نفتحه قدام قدام قدام. دحين يا جماعه الخير دحين خلونا ننزل على تحت. خلونا ننزل على تحت. ونروح نواجه اول زعيم عندنا بالمنطقه دي. يجيني واحد يقول لي طب عبد العزيز بعدين لما تبغى توصل المنطقه دي كعادي يا جماعه الخير. اذا جلست وارتحت عند البوم فاير الجسر يرجع عارف كيف زي ما كان. فدحين خلونا ننزل عليه هنا شايفين شايفين نبغى ننزل من هنا مع الاغصان حقت الشجره دي عارفين ان شاء الله راح ننزل يعني مي مره صعبه والله ما ادري يعني صبر الفضل لو حطيت خاتم القط هنا لو حطيت خاتم القط هنا هل راح يساعدني بشكل كبير؟ فعارف كيف؟ نشوف الخاتم حق القط هل راح يجينا ضرر؟
شو والله ما ادري احتمال كبير اطيح. احنا عندنا العدو ده فكر ودي كده وعدل الثاني ده بس ما عليكم فيه. نبغى ننزل من هنا. لا اوكي اوكي والله ما ادري كم ما طحت وعلى فكره راح يطلقوا علينا وكذا. نصد السحر ايه ذي اوكي ما عليكم راح اطيح السحر لي واخذها. احنا عندنا الحبيب ذا ودي كذا. شايفين في حق الاسهم كمان لازم انتبه منه. والله اللي شال همه اني اطيح له بس خليني اجي عليه هنا. والله كفو الدرع ده حق هافيلي والله يا جماعه الخير. يعني لاحظت صراحه انه خلاني الضرر اللي اخذه اقل. والله انا تعرفوني بكل لعبه احب دائما انوع بالدروع وكذا. بس لك عشان والله دارك سول مات صراحه ما في كبدات الاضافات دي. افا دحين يا جماعه الخير نبغى ننزل بسرعه لهنا. وفي بوم فاير هنا ما عليكم ما راح يجي ضرر حاطين الخاتم حق القط. في بوم فاير حول هنا خلوني بالبداية وراح اجيبه. ولد السحلية شوفه طاحت عند البوم فاير. اوكي بس خلنا ارتاح بالله. خلونا نكمل يا جماعة الخير. دحين عندنا زعيم رهيب. اي خلونا بالبداية نروح للزعيم وبعدين نروح من عند السلطة على عارف كيف. مو لحاله مع واحد ثاني راح يطلع من تحت الارض ف ان شاء الله ما اقدر عليه. دحين عندنا الزعيم ذا زعيم رهيب ان شاء الله ما اقدر عليه. الزعيم ذا بالبداية تواجه مقاتل وبعدها يجي ذيب كبير. فالمقاتل مو مرة قوي بس ايش لازم تقتله قبل ما يجي الذيب عشان اخر شيء تبغى انهم الاثنين يكونوا سوا. ومع ذيب صغير على فكره بس ما عليكم فيه. كيف حجيك انت والله حجيك. ايوه مع ثلاثة اوكي. يعني لازم نقتله قبل ما يطلع الذيب الثاني. شوفي مو مرة قوي بس ايش لازم نقتله قبل ما يجي الذيب الثاني. حلو حلو. اوكي الذيب الثاني. زي اللي واجهناه اول على فكرة مو مرة قوي. بس عنده هجوم يسوي طرق كبير فلازم ننتبه. فيني ذي اوكي بس بالله خلونا نرجع لورا. وخذ ذي كذا ان شاء الله فيه. حلو حلو جت فيه. اوه والله كفو الضرر. شوف اذا حصرت عيونه حمراء. كفو يا جماعه الخير قدمنا تأديب. والله كفو. والله السلاح ذا لعب فيه لعب. الحمد لله هزمناه. شوف الزعيم مو صعب صراحة بدأت المقاتل بالبداية كان جدا ضعيف. فدحين احنا عندنا بوم فاير هنا. جدا حلوة ساحة الزعيم. شايفين بقينا القرية دي اللي فوق. دحين خلونا نرجع للضريح النار. خلونا نرجع للضريح النار. عارفين اقوي نفسي و بعدين نكمل ان شاء الله. والله كفو يا جماعه الخير جدا عجبني المستوى اللي احنا فيه. الحمد لله سلاحنا قوي. والله زي ما اقول لكم انا ختمت الاضافات بالسلاح اللي عارف كيف اللي ختمنا في اللعبه. او كان رهيب والله. ايوه انا عرفت ليش بجي هنا بقوي يا جماعه الخير الدرع. بالله بس خلني اقوي. نبغى نقوي الدرع. ايوه اوكي بقينا اثنين. اعتقد بدنا نشتريها منهم او ما عليكم راح نلاقيها قدام صدقوا راح الاقيها قدام ان شاء الله الحجار اللي احتاجها. هذا الحين خلوني بس خلونا يا جماعه الخير التحمل تمام. خلونا نرفع ايوه المرونه خلونا نرفع دفاعنا.
وبالله بس خلينا نشوف. اعتقد اني قريب يوم ما شاء الله معنا كثير. والله اللعبه دي ابدا مو صعب انك تقوي نفسك هالفكره. يعني شايف فيهم ما شاء الله كيف مستوانا دحين ما شاء الله 99. صراحة ما سويت فارمينج الا تقريبا شوية بس بعد الحلقة الأولى، بس عشان كنت أبغى أستخدم السيف حق لوثريك. دحين أيوه خلونا نرفع الحيوية، نخلي 42. أيوه خلونا نوريكم شو اسمه. أيوه معلش كان على بالي الزعيم ذا له روح. لا الزعيم ذا يا جماعة الخير ما له أي روح. يعني لما تهزمه ما بدك تسوي أسلحة باللي هو اللهم صل وسلم على نبينا محمد بالروح حقته، يعني ما له روح عارف كيف. يعني بس لما تهزم زي ما شفت اخذ السلاح حق المقاتل اللي واجهناه بالبدايه. فدحين احنا خلونا نرجع هنا، لسه في كم شيء جاني بنجيبه من هنا. وبعد ان شاء الله نروح عارف كيف جهه القريه، في كذا زي القريه. وبعده عارف كيف نفتح الطريق للزعيم. بس بالله معلش انا ما ابغى هنا من هنا عشان ما بدنا اطلع. بعده يا جماعه الخير نفتح الطريق للزعيم وخلاص نروح نواجه الزعيم. الزعيم الرئيسي حق المنطقه دي رهيب والله يا جماعه الخير، مره يعجبني. من افضل الزعماء صراحه فروم سوفت، بدعوا والله بالزعيم ده. ان شاء الله مقدور عليه. دحين خلونا نكمل في كم شيء هنا. خلونا نكمل خلاص يمين الزعيم وقتلناه عارف كيف اللي كان هنا. دحين الحمد لله بس خلينا نجيب السكاكين ان شاء الله تجي في ذي. حلو حلو نقول ان شاء الله يجي لحاله، نقول ان شاء الله يجي لحاله. النار راح تلعب فيه لعب. اوكي اوكي ما جاء لحاله، هذا المفروض فيك ترى. بس بالله ارجع لورا. او خلينا نديله هذا كذا. حلو حلو. اوكي هذا كان بدنا نقطعنا. ليه بس خلونا نرجع لورا. اوكي يا جماعه تخرب كذا الثاني بس. زي ما انتم شايفين السلاح ذا قديش قوي هنا. والله قاعد يدمرهم تدمير صراحة المنطقة دي. في كيف اشوف اريندول يا جماعة الخير. مع السلاح ذا خلاص والله دمر كل شيء. هذا الحين بس بالله خلوني اشيل الخاتم ذا ونرد ختمنا ذا، ختم الزهرة الخضراء. ان شاء الله راح نجيب واحد يعني زيه بس ايش مستوى اعلى باذن الله. فدحين خلونا نروح للي هنا نفك الاشجار دي. نبدا ايوه باللي فوق. خلونا نقتل الثاني، في شيء فوق ما عليكم راح اجيبه بس ايش؟ بس اقتل اللي هنا. اوكي اعتقد في تعويذه هنا، بس خلونا نقتل اخر الشجره عندنا هنا. والله عندهم مسكه ترى مصيبه. سحابه الصقيع هذه اللي لما تمسكك عارفين لو مسكتك الشجره من الاشجار دي تسوي لك التعويذه دي حقت سحابه الصقيع كذا، ترش عليك زي الصقيع يسوي ضرر هائل. بس يعني عارف كيف يعني هم اللي يقدروا يسووا الضرر ذا، بس لكن يعني انت كمقاتل يعني ما راح تشوف الضرر ذاك اللي جدا عالي. والله ما ادري ليش يعني انا من خبرتي باللعبه يا جماعه الخير. السلم ذا جدا طويل. من خبرتي باللعبه على فكره دارك سول بالذات الجزء الثالث يعني صراحه السحر يعني في كيف مو مره قوي. حتى افتكر بلعبة بلاد بور كان تقريبا في بعض السحر عارف كيف؟
والله ما كان مره قوي، كان مره شكله رهيب السحر ببلاد بورن كي تطلق بارق وكذا، بس رايه ما كان جدا جدا قوي. والله افتكر حتى بديمون سول استخدمت السحر فترة، يعني ما كان مرة قوي، اما بالدرينج يعني اقوى شيء السحر. ايوه خلونا نكمل على فوق. فان شاء الله الاضافات هذه كاملة راح نخلصها على فكرة بالحلقة دي، وسير الحلقة القادمة نلعب الاضافات الثانية، هي اثنين اضافات باللعبة دي كلها حلوة. اوكي خلونا ناخذ اللي هنا، حجر مستوى 10 على اللي قوي الاسلحة على مستوى 10. اعتقد في حشرة ثانية، ايوه قدام ان شاء الله راح اروح منطقة على فكرة مليانة من الحشرات دي. كم معانا من القورية؟ 13 وكفو تمام خلاص، مو لازم نرجع البون فاير الحين. اخوان الحين لو قطعت عرفت كيف، احنا نزلنا من هناك، نزلنا من عند الكنيسة دي عرفت كيف، على تحت من عند الاغصان دي حقت الشجرة، النزلة الثانية من هنا، بس خلاص احنا بما اننا هنا مو لازم نروح عبر الجسر ننزل من جديد عرفت كيف. اوكي اوكي راح تطيح كفو. فدحين دحين خلونا ننزل على هنا، خلوني اروح اخش بذا. والله رهيب النار شفيك بشكلها، يعني بدعوا صراحة والله كأنها حقيقية. اعتقد الشعلة اللي معاهم بدك تجيبها وتسوي نفس الحركة اللي قاعدين يسووها فيك، عارف كيف كذا ترش النار وكذا. فتح الخلون تزحلق كذا. اوكي خلونا نكمل على هنا. ايوه خلونا ننزل من هنا، لو جيت من تحت او جيت من هنا عارفين ما تفرق، فخلونا ننزل من هنا. وهنا شايفين فوق الايتم ذا اللي هنا، هذا نجيله من فوق عارفين، شايفين الخشب ذا تنقز كذا وتوصل له، ان شاء الله راح نجيبه. هنا في سلاح مره رهيب فيك كذا، سلاح شياك عارفين، ان شاء الله راح نجيبه. حلو حلو من ضربه، الاشياء دي جدا جدا ضعيفه، هي تهجم عليك بس زي ما انت شايفين من ضربتني اياه. لو يعني ملاحظين عارفين كيف جمعة اخرى، يعني ملاحظين انه انا اشيل السلاح بيد واحده باليدين، معليش انا قاعد اشيل السلاح باليدين عشان لو شلت السلاح عارف كيف بيدين الضرر اللي سوينا اعلى، فعشان كذا يعني اشيل السلاح بيدين عارف عشان الضرر يكون اعلى. اوكي والله جيت بوقتكم بلا، خلوا نديهم كلهم كذا. ما جت بحد. اجرب من جديد بس خساره ما بقي من يعني خلوا نجرب اديهم كذا، والله هو مو لازم تقتله بس خلوا اديهم كذا. ايوه خلاص صدقوني مو لازم نقتلهم كلهم. هاي خلونا الحين بالبدايه ندخل من هنا، والباب ذا راح نفتح بعدين على فكره نجي له من الجهه الثانيه. بس دحين عندنا عدو شويه قوي ان شاء الله مقدر عليه اللي هو ذا، شوف كيف جدا سريع ويسوي بليد كمان. يا سلام والله الطعنه جت بوقت جدا حلو. عارف هذول راح تشوف زيهم كثير قدام، والاشياء هذه زي ما اقول لكم يعني مو لازم تقتلها. شايفين الساعة دي راح نجيها قدام ان شاء الله. هذا الحين خلونا نكمل على هنا، شايفين الاشياء دي اللي ما ادري ايش تطلع، يعني جدا جدا ضعيفين. عارفين هذا مو عدو، واحد تكلمه كذا قدام ديك حجر يقول لك الاسلحة على اعلى مستوى، فخلونا نكلمه. Well,
is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true, and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you've seen but that which fooled the good father and buried the flame after we had all made up our minds too. So, please, grant make the tales true and burn this world. My lady must see flame. يعني لو ملاحظين كثيرين يقولون احرق العالم ذا عارف كيف واتبع النار, قصدهم الزعيم يعني الزعيم عشانه كذا عارف كيف قوة النار وكذا لازم تقريبا يعني تحرق وشي زي كذا. فالحين بس خلوني امشي الكلام. ايوه خلاص راح نشوفه قدام ان شاء الله. الزعيم حق المنطقة دي رهيب والله. الحين يا جماعة اخر خلونا نكمل عليه هنا. أو خلونا ناخذ البوم فاير ذا وخلونا نستريح كمان ليش لا؟ يعني خلاص ما راح نرجع وراه. شوف هنا لقيت هنا أول تعلق كذا كأنه سبايدر مان شوف كيف. عارفين ذول مو لازم تقتلهم، أصلاً يجي هذاك اللي قتلناه. عارفين العدو ذاك يجي ويحاول يقتلهم. والله سلاح رهيب شفت كيف طيحه كمان. حلو حلو هنا الباب ذا راح نفتحه قدام ان شاء الله. فكر من الجهة الثانية طريق مختصر. فكر في المنطقة ذي كذا تحسها صغيرة ما في شيء. لكن كذا الطريق شوي عارف كيف زي المتاهة. ايوه خلاص بس بالله خلوني ايوه اخذ اللي معاه. ولا عارفين كان في باب ورا راح نفتحه ان شاء الله. ايوه دحين نبغى نروح يا جماعة اخر من هنا. ايوه تخيل الطريق الاساسي من هنا كذا. عارفين بس لازم نتابع من الاشياء ذي. في منهم على فكره في دفوه كذا منتظرك تيجي بشيء. شفت ايش صار؟ وكر المفروض انه يدفك. حلو حلو قتلناهم ونكمل عليه هنا. هذا يرش السم عارف هذا مو زيه ما يرش السم. بس زي يعني ما قلت لكم قبل كذا السم باللعبة دي يعني ما يسوي ضرر كبير. او راح ننزع تحت كمان او احنا كنا تحت يوم معلش احنا كنا تحت وطلعنا بالسلم ده بعدين راح نطلع لفوق زياده. نروح نكمل عليه هنا. ايوه هنا في كم شيء في درع اعتقد هنا اخدي هذا كذا. اوكي اخذنا كل شيء هنا. بس بالله يتأكد ايوه خلاص خلونا نكمل في سلم نبغى نطلع من عنده او من هنا. شوفين كيف كذا يعني مكان كذا زي المتاهة كذا طريقه غريب صراحة. انا اول مرة جيت هنا ضعت صراحة قاعد اقول يعني مكان صغيره ما ادري من فين اروح.
شوف بعد راح نروح من هنا الحين، بس خلونا يا جماعة خلونا نقتل اللي هنا، هذول يطلقوا عليك السحر وكذا. شايفين شايفين كيف عند الاثنين هنا؟ وراح نطلع من هنا، من هنا الطريق الأساسي مع السلم ده. بس بالله خلوني أجيب اللي هنا. والله ما أدري من فين هو، له طريق أسهل أعتقد من فوق ننزل له الأيتم اللي هنا. بس بالله خلوني أجرب من جديد، أعتقد مداني أختصر كل شيء وأجيبه كذا. لا والله ما جبته. أوكي ما عليكم، راح نجيبه إن شاء الله. هو تجيب من فوق بس ما أدري، أنا قال لي عقلي ممكن النقزة دي يظبطها. والله ما أدري، ممكن لو كنت خفيف شوية كان مداني على فكرة ظبطت النقزة دي. ايوه خلونا اجي نطلع لفوق، او خلونا نقوي نفسي. بس ايوه بلا قبل ما اطلع لفوق، في الدرع حق اللي سحبنا للعالم ده، هذا هو درعه هنا. اعتقد معاي من اللي تعجسهم كافوا معانا الحمد لله. شايفين هذا هو درعه، درع الفارس، خذناه كامل. وخلونا نفتح الباب ده، نرجع مع نفس الطريق. والله الصراحة يا جماعة غير متحمس للألعاب القادمة بدات ستار وورز، يعني والله ما ادري قاعد تشوفون ايه قاعد يعلنوا عنه وكذا، يعني والله واضح راح يعني يكون جزء جدا جدا جميل. هذا الحين دحين خلوني بس بالله اطلع لفوق هنا، بقول لنا واحد والله ما ادري فين. اه تحت ما مات، اوكي ما عليكم فيه. فلعبة ستار وورز جداي يا جماعة الخير الجديدة، يعني واحد سألني قال لي اكثر لعبة منتظرها هي، والله صراحة متوقع منها الكثير. ايوه خلونا ننزل كذا وناخذ اللي هنا. حلو حلو، ان شاء الله ما انسى شيء باذن الله. هذا الحين قبل ما نطلع على فوق، قبل ما نطلع على فوق له ثواني، هو بس في نزله ابغى انزلها انا. يو خلونا نجي على هنا، خلونا نجي الجهه دي اللي هنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف طيحون الله ياخذهم، بس بالله اقوي نفسي وخلونا نرجع مع عليكم على الطريق الساهل على فكرة. خلونا نقتل اللي هنا، ما ادري كيف ما مات. وهذا الباب اللي فتحناه، بس بالله خلونا ناخذ اللي هنا. وبالله بس ثواني وقبل ما نرجع لفوق، خلوني اروح واجيب السلاح اللي اقول لكم عليه. بس اقتل اللي هنا، السلاح يا جماعه الخير اللي وريتكم اياه، اللي قلت لكم سلاح رهيب. عارفين من هنا نروح له، خلونا بالبداية نروح له وبعدين خلاص نكمل مع الطريق الأساسي. خلونا نقتل ذا اللي هنا، ليش لا؟ بدأت انه كان منتظرك تيجي هنا ويرش عليك السم، ففكر في جينا من وراه. فدحين دحين عندنا نقزة هنا لازم ننقزها. يعني صراحة شفت تعليق واحد قال لي يا عبد العزيز كيف تنقز النقزة دي؟ كل عليك بس تجري وتضغط الهزاز ذا، عارف كيف اللي على اليسار اللي هو ال بس خلنا نقتل ذا. عارف كيف بس تجري كذا وتضغط ال 3 يا جماعة الخير الهزاز ذا، بس زي كذا. اوكي ذا بعدها نقزة نبغى ننقزها، بس بالله خلنا نرجع لورا.
ايوه نبغى ننقز من هنا. ايوه على هنا. شوف كيف ريش الغراب لما كنا نواجه العدو هذاك. هذا هو السلاح اللي كان استخدمه. لما كنا نواجهه يا جماعة تخير هذا السلاح اللي كان استخدمه. اخذ دي كده. وخلونا نكمل ذحين. وخلونا نوريكم السلاح. ايوه خلونا نوريكم السلاح. والله سلاح ما ادري ضد الاعداء ممكن ما ينفعك بشكل كبير. خلونا نوريكم اياه. شوفوا كيف. شايفين؟ شوفوا له اكثر من هجوم. شايفين هو عبارة عن زي السيف. شايفين سيف؟ ايوه عبارة عن سيف ومخالب. وترش ترمي عليهم سكاكين كذا. مرة شياكة صراحة. واحتاج الا الدكستريتي تكون 16. هذا الحين الحين يا جماعة الخير خلونا نكمل. الحين راح نكمل مع طريقنا الاساسي. نفتح الطريق فكة للزعيم ونروح نواجه الزعيم. خلاص الحمد لله جبنا السلاح وجبنا كل شيء وراه. يعني كل علينا نقدم عارف كيف نقدم نكمل على قدام. يعني مي مرة طويلة الإضافات دي عكس اللي بعد. اللي بعدها صراحة شوية أطول. وزي ما شفتوا الحلقة الماضية واجهنا آخر زعيم بالقصة الرئيسية. والله كان رهيب صراحة. ساعدتني ميريول هذيك ساعدتني بشكل كبير. الحين خلينا نجي على هنا. ميريول يا جماعة الخير الحلقة الماضية واجهنا الزعيم بالآخر زعيم والله وساعدتني بشكل كبير. خلينا نروح لهم دول اللي هنا. وقدرنا عليه الحمد لله من أول محاولة. أخذنا مخالب الغراب. والله الأسلحة ذي القصيرة في اللي علمي مرة طويلة ما أدري حسها تنفع ضد الناس فقط. أيوه خلاص أخذنا كل شيء. والله يا جماعة الخير يعني هذه وجهة نظري أنا إنه الأسلحة ذي تنفع فقط ضد الناس أما ضد ال كيف الكمبيوتر كنت واجه الأعداء وكي والله ما أدري حسها ما تنفع عشان باللعبة ذي الأعداء بشكل عام كلهم أسرع منك. يعني لما يضرب زي كذا العدو مبرمج إنه هو أسرع منك. فما أدري والله أشوف إنه سلاح قصير يعني ما ينفع عرفت كيف. أما الأسلحة الطويلة صراحة رهيبة. عارفين اللي تكون بنفس الوقت مي ثقيلة. اوكي دحين خلنا نكمل على هنا. هذا قتلته اللي هنا. يو كلهم ميتين قتلهم ذا شايفينه هنا. اي خلنا نسوي كذا. اوكي ان شاء الله اثنين يجون سوا. السحلية ما عليكم راح نصيدها. بس خلوا ذا ينزل. اوكي. خلوا بسم الله يرجع لورا. الحمد لله السحلية ماتت. وخلوا نسوي كذا. فيه قام وجت فيه. الحمد لله اخذنا السحلية. والله ناس ايش فيه هنا تحت. طريق الاساسي من هنا والله تحت ناس ايش فيه. خلونا ننزل. خلونا ننزل يا جماعة الخير. اعتقد اخذنا كل شيء هنا. والله ما ادري ليش حاطين النازلة ذي. انا ما ادري قال لي عقلي ممكن نسيت شيء. بس والله زي ما انت مشي فيه ما في اي شيء. ممكن طريق مختصر كان. ممكن كان على اساس انه طريق مختصر والله ما ادري. فدحين خلاص خلونا نكمل.
نكمل على فوق. خلاص الحين كله علينا نكمل على فوق. أم على شمو من هنا؟ خلونا نرجع. أيوة نبغى ندخل من هنا. فعارفين كيف لعبة ستار وورز القادمة؟ هذه من الألعاب اللي منتظرها صراحة. الجزء الماضي والله كان جدا حلو، عجبني والله من أول إعلان شفته قلت هذه لعبة حلوة. عشان التوجه حقي عارفين شركة إيه التوجه حقهم صار ألعاب خلاص كذا سينجل بلاير، ألعاب اللاعب الواحد. عشان قبل سووا ألعاب ستار وورز وجابوا فيها أم العيد، عارفين كيف يعني خلوها أونلاين وحطوا فيها إنها تشتري أشياء من جوة اللعبة، فيبغون يعني يتصالحوا مع الجماهير وكذا. عارفين يا جماعة الخير بنخلو نسوي كذا. هذا حبي عندنا اثنين راح نواجههم، مو واحد اثنين. يخلو ندي هذا كذا. والله في طريقة تصير مدك تخليهم يواجهوا بعض. خلونا بس اجي هنا افتح الباب. وخلونا افتح الباب ذا. والله هو في طريقة تخليهم يواجهوا بعض بس صراحة نسيت كيف. البوابة دي والله تذكرني بالبوابات اللي ببلاد بورن زي كذا تفتحها كان. فدحين خلونا نجيبهم. ايوه ان شاء الله يجيني واحد بس. كفو شوفوا كيف طيحناه كمان والله كفو. اوكي خلونا نحاول اقتل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما كان باقي له الا ضربه ده بس ما عليكم. اوكي اخوي رجعت من جديد. والله هو مو لازم تقتلهم بس عارفين كيف. خلوني اقول له نادي واحد فيهم. ما جاء مبرمج الله ياخذ انه يجي مع خويه. اوكي اوكي جو جو كفو. حلو حلو بقي الثاني دحين بس. هو والله ذي اعتقد كنت راح تسوي يضرب كبير. اوكي دحين خلونا نرجع لفوق. والله زي ما اقول لكم في طريقه تخليهم يواجهوا بعض الاثنين بس والله نسيتها صدقوني قد سويت. اعتقد ترمي عليهم سكينه معينه شيء زي كذا. الحين دحين بسم الله خلوني ارجع لتحت. انا جيت ونزلت على طول عارفين. ما اعتقد في شيء هنا. ايوه خلاص اوكي الحمد لله سوينا كل شيء. بس هنا والله في بلا بس خليني اوريكم هنا في زي الفخ كذا المفروض انه فخ بس والله ما ادري غريب. في شجره ورا معكم راح نقتلها. هذا الحين بس خلونا يجي على هنا. هذا مدري ايش المفروض انه فخ. شبكة بس مدري والله كيف يعني. يعني ما في شيء هنا. يعني كان على بالي ممكن تنزل مع البير ذا كذا او كويست او شيء معين. صدقوني شايفين ما في اي شيء هنا. يعني حتى الاعداء اللي هنا لما تقتلهم ما يدوك شيء مميز ف والله مدري.
الطريق الاساسي منين؟ هنا راح نواجه المقاتل ذاك اللي وريتكم اياه، اللي هو المجنون المكان ذا. فشايفين هذا فخ كذا منتظر انك تيجي كذا وتجي تمسكك. الغوص هذول دوبنا اخذناه راح يساعدنا بحل لغز، في لغز قدام ان شاء الله عارفين، بس مو بالاضافه دي، الاضافات الثانيه حقت ذا رينج سيتي. في لغز كذا نحتاج الغوص هذا تخيل عشان تحل اللغز. فدحين يا جماعه تقريبا عندنا مقاتل داخل يسوي كذا، وخلنا نخش فيه. سيف رهيب اللي قتلته تاخذ سيفه. الله الله اعتقد ما يعالج نفسه فلازم نتابع. كافو كافو ما لحق يسوي شيء. اخذ سيفه، سيفه زي ما شفت يسوي اللي هو السحر حق الظلام وكذا، رهيب صراحه بس ما بدنا نستخدمه بالله. بس خليني اوريكم اياه. ايوه رحنا نفتح الطريق من هنا، اوريكم السيف حقه والله مره رهيب. بس شايفين احتاج ال 15 الايمان والفيث. شايفين كيف هذا هو، شايفين لو سويت زي كذا المفروض انه السلاح يصير بقوه اللهب المظلم عارفين، وزنه تقريبا نفس السلاح اللي معايا. هذا كم؟ هذا 9 الوزن، السلاح ده 90 ونفس الوزن، وتقريبا ياخذ من نقاط الاف بي قد قد السلاح ذا لما تشحنه وكذا. هذا اللي قلت لكم عليها اللي راح نجيب واحده قدام ما اعرف كيف نكلمها وكذا. والله ما ادري من تطلع ذي بس على اساس انها رسامه وكذا. شايفين شعرها جدا طويل بس ما ادري الحين مو باين قدام، راح نشوفه جدا طويل شعرها. ايوه خلاص خلينا نسيبها. وينه في مصعد راح نجيبه قدام؟ خلونا نشعل البوم فاير ذا، وخلونا نفتح الباب ذا. هذا الحين دحين راح نرجع نواجه الاعداء من جديد. والله كان على بالي خلاص هنا راح نفتح الباب للزعيم بس لا والله راح نجيب من هذول كثير هنا. حلو حلو، في واحد يناديهم والله ما ادري مين هذا، ما اعتقد انه ذا. راح اخذ اللي هنا معلكم بس هو فخ. اوكي اوكي خلونا الحق ذا. كثيرين والله هنا مره كثيرين، ولسه في من الضخام ذولك عارفين المدرعين، في منهم كثير هنا كمان لسه. بس بلاي ثواني خلونا نطلع لذا. والله ما اعتقد تطلع له من هنا، وراح نطلع له احنا بس ما عليكم. خلونا دحين نكمل على هنا وعلى فوق من هنا ابغى اطلع. اوكي اوكي عندنا بشكه كامله. ايش نبغى نسوي معاهم؟ خلونا نجيب الاثنين ذولي. يا رجل يا الله والله سوى ضرر كبير الله ياخذه. الخطه كانت اني اجي ورا المدرع ودي كذا.
والله من الاشياء اللي عجبتني بالسلاح ذا اللي لما استخدم الضربه ذيك حقه النار لما تيجي بالعدو تطيحهم عارفين. اوكي اوكي حلو الان الحمد لله مدركين الوضع. هذا اللي ما ابغاه الله لي يوفقك. في واحد يناديهم والله ما ادري فينه اعتقد يجيله من هنا. ايوه 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 عندي يا جماعه الخير اللي يناديهم من هنا افضل شيء تجيله من وراء هذا المفروض انه يناديهم. صدقوني قاعد يحرك الشعله كذا وهذول كلهم يجون. حلو حلو الله يكفو خل نروح لده. اوه اوكي اوكي اثنين عندنا هنا خلونا ندي ذا كذا. اوكي عندنا اثنين من حقنا الرمح خلونا نبدا بذا. يا رجل يا رجل الحمد لله انا هنا. هو عارف انه بيموت بس قال ايش خليني اديله من الهجوم ذا. اوكي بقينا بشكه كمان هنا خلنا نقتل ذا. اوكي اوكي في واحد قاعد يرش النار والله ما ادري فينه اعتقد انه ذا. يعني هذول مواجهتهم سهله بس هو اللي مواجهتهم صعبه. ركب ضخام راح نشوف زيهم كثير. خلنا نطلع للعبيط ذا. نقول ان شاء الله هذا الاخير. اوكي يا جماعة الخير ان شاء الله هذا الاخير. ان شاء الله هذا الاخير. ابغى اروح من انا جيت من هنا؟ ايوه لما جيت من هنا. جيت من هنا انا والله ناسي من فين جيت. وش ايوه الشجره اللي نبغى نطيحها صحيح طريق مختصر. اوه هذا المصعد اوكي اوكي هذا المصعد اللي كان عند البنت هذيك عارفين اللي ترسم. ايوه خلينا ننزله انا مو لازم ننزل عارفين. والله هنا ماني شايف شيء. وهذا خليني اروح جهته عشان ما قتلته خليني اروح اقتله. وانا هنا ما جيت ابدا. اوكي ذا عنده ايتم. اوكي خلوني اكتب بسرعه عشان ذاك راح يقعد يطرق عليه بالرمح. اوكي كان المفروض انها ما تجي فيني بس ما عليكم. حلو حلو اخذنا كل شيء. والله يا جماعه تخر من افضل المرات اللي جيت فيها المنطقه دي. عارفين كذا مسيطرين على الوضع والحمد لله الكل قاعدين نقتلهم. والله هو عشان كل ما بالامر عارفين انا يعني. اوكي خلنا نقتل ذاك كان المفروض زي كذا ذاك يناديهم بس اعتقد اللي بقي لنا واحد بس. عشت حلو والله ذا بالدرع. عارفين عشان يا جماعه تخيل انا لاعب قبله وحافظ على الطريق وكل شيء. اما لو اول مره اكيد راح تشوفون موت كثير. يعني افتكر اول مره لعبت الاضافات دي ايش اقول لكم بس طولت فيها صراحه مت فيها كثير. اول مره لعبت الاضافات دي كان لسه عارف كيف ما عندي قناه على اليوتيوب. والله مرة كثيرين. زي ما انتم شايفين. بس ان شاء الله خلاص ما بقي شيء.
ايوه خلاص مكمل على فوق. نبغى يا جماعه تغرق كمل على فوق، لو نزلت من هنا مصيبه والله. لو نزلت من هنا راح اواجه ثلاثه مقاتلين دفعه واحده من حقون الضخام. في واحد بلهي، بس خليني اوريك. شايفين في واحد هناك، في واحد هنا بلهي. شايفين ده، هذا مصيبه، هذا عنده ضربه تسوي هزه ارضيه. بس في واحد افتكر من ذاك تجي له لحاله. اقتل الذئاب دي. ايوه خلونا ناخذ اللي هنا. شوف الذئاب مو زي الكلاب، لو الكلاب اللي قد كذا كثير مصيبه والله. بس الذئاب ايش يعني، ما يتفرجوا فيك، ما يهجموا عليك كل شويه. وهذه الشعله حقتهم، خليني اوريكم شعلتهم رهيبه صراحه. يصير متى تسوي الهجوم حقهم وكذا. خليني بس اوريكم. مره شكلها حلو. دحين خليني ارد السلاح. وخلاص دحين يا جماعة تقريبا نكمل. والله ما ادري الثلاثة اللي دحين يعني مو لازم نواجههم. والله اذا قتلتهم يدوك من الحجار ويدوك من الارواح. وعندهم الفاس حقهم، عارفين الفاس اللي استخدموه. خلي اسوي كذا، اعتقد باقي لك كم ذيب بس. كذا طاح، بقنا الأخير. اوكي نكمل على هنا. هنا في عندنا اثنين قدام بعض، واحد يطلق اسهم، واحد في كيف متعاف. وهنا في واحد عيونه حمراء. ايوه هذا اللي عيونه حمراء. هذا الضرب اتوقع راح يسوي ضرر هائل. الله الله، زي ما انتم شايفين الاخبال. بس والله كفو، بقول له كم ضربه وانهي. ممكن تطل فيه لو سمحت. اوكي انا هنا. شوفك والله كنت قريب اموت. تخيلوا ثلاثه من هذول تواجههم تحت. جيب هذه المطرقة حقتهم والفاس حقهم كمان، بدك تجيبه من تحت. بس اقوي نفسي كذا. والله هو في اعتقد طريقة سهلة، بس بدك تقضي عليهم الثلاثة. خلي بس بالبداية اجي على هنا. والله هو زي ما اقول لكم، يعني كل اللي عندهم الفاس حقهم الكبير. اوكي اوكي، هنا اخر شيء يبغاني اطيح. الاسهم دي ممكن تنفجر وتطيحك على تحت على فكره. افضل شيء كذا عارفين، تيجي هنا بالبدايه وتجيب الطريق المختصر. في واحد اللي جا ولا اثنين؟ حلو حلو، هذا توصلنا فيه. كافو يا جماعة تخيل توصلنا فيه. عارف كيف؟ الطريق الأساسي من هنا وراح أروح من هنا. بس خلوني أيوه خلوني أجي من هنا. حلو حلو، يصير ده نجي من وراه. كافو كافو يا جماعة تخيل، يصير إيش؟ نجي من وراه. اوكي ابو مطرقة ده، هذا اهم واحد، اهم واحد ابو مطرقة.
الطريق من عنده. اوكي خلوني احاول اسحبه على هنا. كيف يا جماعة الخير؟ خلوني احاول. اهو نزل. اوكي لا والله مو ذا اللي قصد عليه، اللي قصد عليه اللي قدام. خلونا ننزل، خلونا ننزل ما عليكم. شبكة خلاص مبرمج اول ما تنزل هنا. بس اخذ الاشياء اللي هنا. مبرمج يا جماعة الخير. اول ما تنزل هنا على طول بدي يسوي الهزات دي. الهزات والله تسوي ضرر كبير. حلو بشركم ما طعنا. شايفين شايفين بالله الضرر قد ايه. اوكي خلونا نروح نخش فيه هو. بس والله ما ادري. لا خلونا نخش بذا، خلونا نخش بذا. اوكي هي لازم تبقى منها الهزات دي. ما عليك بعدين راح نخش فيه هو. المفروض طعنة دي الله ياخذك. اوكي دحين بقلنا هو بس. بس انتبه من الهزات ذي. يا الله تعال الله ياخذك. يا لطيف شوف قد ايش الضرر. والله وكأني بزعيمي والله. كفو ان شاء الله ما اقدر عليه. يا سلام هو ذا اللي نبيه. الحمد لله. ايش فيك؟ والله مواجهتهم صراحه مي مره سهله. بس الحمد لله قدرنا عليهم. ودحين متى تاخذ الفاس حقهم؟ عارف يا جماعة الخير هنا مو الفاس معلش الا الفاس الكبير فاس غضب الارض شبكة. وبالفاس ذا تسوي الهجمة حقتهم. اعتقد احتاج سترينج 24 والايمان 15. اوكي خلاص الحين كل اللي علينا نروح ونفتح الطريق للزعيم ونواجه الزعيم وان شاء الله مقدور على الزعيم. ايوه خلاص كل اللي علينا نرجع دحين من هنا. والله سامع صوت ذيب بس ما ادري فين. والله ما ادري فينه. ايوه الحمد لله خلاص جبنا الطريق المختصر نعدي بس من هنا. دحين هنا في حشرات كثير في ملازم نواجهها كلها. اي خلونا بسرعة نروح من هنا ونفتح ال ايوه او من تحت. هو معلش من تحت بس بالبداية خلونا نروح ايوه افتح الطريق المختصر بعدين ننزل نفتح ال عارف كيف الطريق الى الزعيم. عارفين نفتح من السلسلة دي اللي دوبك قدامها بس ايش من تحت. وفي جدار سري وراه راح نواجه مقاتل. فبس بالاخر نسوي الشيء ذي على السريع. وخلونا نرتاح. ان شاء الله قبل ما نواجه الزعيم اروح عند الفاير كيبر. فينا نقوي نفسي. شايفين ما شاء الله كم معايا؟ 124,000. اعتقد مداني اعلي نفسي حبتين. بعدها ان شاء الله نواجه الزعيم.
ذحين الحين بالبداية خلوني أجي عليه هنا. فين واخذ اللي هنا؟ كثيرين ترى بثواني يقتلون عارفين. بس افتح الطريق للزعيم. زعيم رهيب. الواحد قال اختار افضل ثلاثة زعماء في جماعة تقرر. الواحد قال اختار عبد العزيز افضل ثلاثة زعماء عندك بالعاب السولز كلها. الزعيم اللي دعين واحد منهم رهيب. حتشوفوه يا جماعة تقرر والله مرة رهيب. او زي ما انتم شايفين الزعيم اللي هي هذه فريا. راح نواجهها وراح يكون معها وحش كبير. اتواجهها تخيلوا ثلاث مرات. الفاس الاول والفاس الثاني والفاس الثالث. الفاس الاول جدا سهل. الثاني بس تواجه الوحش تقريبا. الثالث يا ساتر استر مصيبة والله. As ashes will be, ever seeking fire. Okay. خلوا دحين بس نروح للطريق السري. في مقاتل بس بقدر مقاتل واحد نواجهه. والله دائما الخبط مكانه. ايوه من هنا. من هنا؟ لا مو من هنا، احنا جينا من هنا. جينا من هنا احنا بلهي بس ثواني. هو هنا ايش فيه؟ والله هنا ناس يا جماعة الخير ايش فيه؟ اوكي هذا عشان توزع تحت. ايوه بشكل اسرع خلونا نقول. بس لا مو ذا الجدار اللي ابغاه. في جدار سري ثاني نواجه وراه مقاتل اعتقد انه بالجهة الثانية. هو عندي جدار كذا ومو صعب يعني انك تطلع حول ولا قوة الا بالله. شايفين بالله؟ هنا تنحط الشعلة بس والله ما في وقت. يا جماعة تأخر من هنا. شايفين من هنا؟ تذكر ما بغيت اجيب الطريق السري ذا. وكمان جاي في مكان كذا عارفين كيف اسطر عشرات. اوكي دحين خلونا نجيب من هنا. شايفين نبغى ننزل الساحة دي ونواجه مقاتل. عارفين كيف عندنا مقاتل. لا حسبنا الله ونعم. عارفين نواجه بالساحة دي. شايفينها اللي قدامي. بس خلونا ننزل من هنا. عارفين كابو مرة قوي ان شاء الله ما اقدر عليه. يبدو احنا نبغى ننزل من هنا. عارفين بس لازم نتتابع. ايوه خلوني. يو خلونا ننزل من هنا. والله ما ادري ليش فروم سوفت كذا يحبه. في كيف كذا الصعوبة انك تنزل على مهلك كذا. موجودة بكل العابهم تقريبا ما عاد سكيرو. في كيف بس والله عجبني بإلدر رينج لما انه عارفين يعني ما تشيل ضرر ما تشيل هم الجاذبية بشكل كبير. ودحين احنا عندنا مقاتل هنا ان شاء الله مقدر عليه.
اوكي اوكي ارجع لورا يا لطيف. اعتقد هذا اخر اسعافات معاه. والله هو يلف اشياء كثير فلازم تنتبه. والله على فكره بالبدايه كان اللي كنت ابغى اسوي بيلد زي ذا حق بايرومانسي كنت استخدم النار وكذا بس والله ما ادري كيف لاحظت انه الضرر اللي اخذه جدا جدا كبير. يعني هو حلو صراحه بس كان على فكره كيف يعني صراحه افضل بيلد انا اشوفه حق اللي هو المرونه ترفعها يعني وكنت دفاعك قوي. فدحين يا جماعه الخير خلونا نروح مش على الضريح خلاص ايوه ما بدك تطلع من هنا الا زي كذا عارفين حتى لما تقتلوا يديك من العظمه ديك اللي تردك. فدحين خلوني اعرف كيف اجي هنا. خلونا يا جماعه الخير نرفع المستوى خلونا نرفع التحمل ايوه نوصله 37 ايوه خلاص تمام. وخلونا دحين نروح نخش بالزعيم. زعيم رهيب ان شاء الله مقدور عليه باذن الله. انا بالقتال ده بدنا نجيب اللي نجيبه كمساعده اللي كلمناه بدايه الاضافات اللي دخلنا العالم ده. خل شوف بس هذا ايش تقول. Be forewarned, should this world wither, even then would Ariandel leave us be. Ashen, thou art the Lord of Londor. والله مرة قوية صراحة إن شاء الله ما أقدر عليه. فخلونا نجيب المساعد ليش لا؟ جيل عارف كيف نجيبه يساعدنا؟ أو جايل مكتوب. فدحين خلونا ندخل جمعة الخير. زعيم رهيب زي ما أقول لكم من أفضل هذا زعماء عندي. بلعب الصوص كلها الزعيم ده مرة رهيب. Frida, what stops thine ears? Please, my foil, right away. Bring Frida to me, please. Canst thou not see the flame flickering once again? Soon blood surge. I can see it, feel it. Misguided ash. Please avert thine eyes. شوفك. I will snuff out these ashes for good. رهيبة والله صدقوا يا جماعة آخر من أقوى الزعماء. بس أول سهل. بس الثاني والله هو المصيبة. حلو حلو بداية حلوة. عنده هجوم تسوي تختفي كي عارفك يا فافضل شيء تيجي زي كذا. اوكي اختفت. حلو حلو فتر منها. شوف الفيصل الاول هذا لسه تسخين.
دحين اجي الوحش معصب. رهيب الوحش يا جماعه الخير. وقال يجي يساعدنا، يجي يساعدك من الفس الثاني، الفس الاول ما يجي. شبك يا لطيف، شبك معصب. والله بدعوا فروم سوفت بالزعيم ذا صراحة، جدا رهيب والله، تصميم والعروض 10 من 10 والله. كيف بالله، والله مرة صراحة بدأت الصورة اللي دوبة كذا مرة حلوة والله. فدحين نحن خلونا نخش بالوحش، خلونا نخش بالوحش يا جماعة الخير. هل فيك تحرش زي البركان كذا شبكة؟ افضل شيء تبعد عنه. على طيف اوكي، ونرجع لورا. عنده ضربة سواها مصيبة والله. طعن كيف طعناه؟ كوكا عنده ضربة مصيبة والله، أظن بيسوي هذا الحين. أوه شبكة، أوكي أوكي كفو بننهي. اوكي يا جماعة تقل احنا مصيبة، الباك خلصت كذا. الحين الفز الثالث، الفز الثالث والله جدا صعب صراحة، اكون صريح معاكم. اوكي شايفين هذه هي، ها وقتلته كمان. اوكي اوكي الهجوم ذا خطير. هو كان بي طلعتها. ولا شوف ذي الضرب لك قديه. بوم يا لطيف. والله قايل لكم مصيبة صراحة. اوكي الان حلوين.
لطيف، هذا شكله راح تنهيني. شوفين بالله انا ما اقول لكم رهيب، يخرب بيتها. ما ادري فينها، لازم تبعد حتى تسوي هجوم خطير. والله والله عبال وخرت عنها. والله عاد اشتفس بالوقت الغلط. اوكي ما عليكم، ان شاء الله المحاولة الثانية. اوكي يا جماعة الخير، ان شاء الله دحين نقدر عليها. فكر هذا الفيس الثاني. خلونا نطعنه. كتب بالفجر مش كناشب والله. هذا اللي وجدت فيني والله سوى ضرر كبير. ان شاء الله مقدور عليها دحين يا جماعة الخير. الشيء الحلو انه هافل دائما يعرف فين مكانها. او ما قتلت والله ياخذها. اوكي اسمع لكم، ان شاء الله احنا نقدر عليها. وانا حط القنابل انا. اوكي لا حلوين. حلوين حلوين يا جماعة الخير.
خاف على الطيحة. والله ما ادري من فين بتيجي. شو يسوي كذا ليش لا؟ انهي يا بطل. كفو يا جماعة غرينا من ثاني محاولة. والله رهيبة صراحة بالراحة من أفضل الزعماء. فكذا يا جماعة الخير كذا خلصنا إضافات لعبة دارك سولز الجزء الثالث. بسم الله حيجي عليه هنا زعيمة رهيبة والله من أفضل الزعماء بالعاب السولز. شفت قبل الفيس الثاني كذا الوحش يعصب رهيبة والله صراحة أنا مرة عجبتني. فدحين الحمد لله خلاص ختمنا الإضافات. بس خلونا نجي عند ال شبكة عند البنت هذه اللي ترسم هنا. شوفي لما أقول لكم شعرها طويل شبكة. Dark and very gentle place, so that it might make a home for someone someday. My thanks, Ashen. I will have a cold, so that it might make a home for some. عرفيك يا جماعة الخير الحمد لله كده ختمنا إضافات لعبة دارك سول. والله إضافات رهيبة صراحة. يعني الزعيم عرفيك فريدا هذه دوبنا واجهناها اول مره واجهتها صراحه طولت معاها. والله جماعه الخير جدا جدا طولت معاها. الحين بس خلونا نرجع هنا في حجر ناخذ من هنا او راح اروح ضريح النار بس اوريكم بالروح حقتها ايش مدل نجيب. فرهيبه والله والله مره رهيبه. والحمد لله عارف كيف قدرنا عليها من ثاني محاوله. والله انا عشان زي ما اقول لكم انا ترى واجهتها كثير فحافظها. لو كانت اول مره كان يمكن فوق 10 مرات راح اواجهها عارفين. فدحين الرجال اللي كلمناه اول اعتقد نلاقيه. ايوه يا جماعه الخير الرجال اللي كلمناه هنا عارفين كيف اللي لقيناه هنا دحين تلاقيه هنا. يديك حجر عارفين كيف. ماي ثانك يو. اي كان هير ذا كراكلينج فروم هير. ذا ساوند اوف ماي هوم. ذا بينتينج اوف اريندال. شبيك كيف. When the world rots, we set it afire for the sake of the next world. It's the one thing we do right. When the world. إيه خلوني أوريكم لما تقتلوا كمان يقول كلام ثاني. خلاص ما منه أي فائدة. خلونا نقتله. تعافي ما أدري ليه ما يموت من أول ضربة. يقول دحين كلام ثاني بس خلوني أوريكم إياه. ما يليق بمن حرق العالم يقول. شفت كيف يقول اكيد شيء مو غريب منك اللي حركت العالم. صراحة اول مرة شفته يعني يقول يعني ضحك لي والله. فدحين دحين بس خلونا نرجع. خلونا نرجع يا جماعة الخير ضريح النار. خلونا نرجع ضريح النار. وبس بالله ثواني خلونا نرجع يعني عشان اعتقد كأنه عندها البنت ذي كلام ثاني دحين تقوله. إضافات حلوة صراحة قصيرة شوية بس لكنها حلوة. بس الزعيم اللي فيها صراحة أسطوري والله. والله ما أدري متى ترجع هنا تلاقي هذا كله حريق عارف كيف. بس بالله خلوني أرجع وأكلمها. أعتقد عندها كلام ثاني دحين والله ماني متأكد. بس بالله خلينا نشوف. My thanks. I can almost see it soon. Uncle Gale will bring me the pigment. I wonder if he has found it. The dark soul of man. إيه خلاص خلنا جماعة آخر نسيبها. فالحمد لله جماعة آخر كده خلصنا إضافات. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. أتمنى جماعة آخر يكون خفيف عليكم. بس بالله خلوني أوريكم.
خليني اوريكم بالروح حقت الزعيمه. مش مدى نجيب مدك تجيب ال عارفين السلاح اللي كانت تستخدمه. بسم الله خليني اوريكم. رهيب صراحه. ممكن والله استخدمه بالاضافات القادمه. شبكة منجل فريد العظيم. بس يحتاج والله الايمان 11 والانترجن 12. الشياكة صراحة سلاح مرة شياكة. عارفين الضربة اللي كانت تسويها اللي ترش جريد وكذا يصير مدك تسويها. فعرفين كيف يا جماعة الخير؟ الحمد لله ختمنا اضافات الحلوة دي. ان شاء الله الحلقة القادمة راح نلعب الاضافات الثانية استخدام. عرفت كيف يا جماعة الخير؟ الحلقة القادمة يعني خلاص انا ما راح استخدم السلاح ذاك. عرفت كيف؟ راح اضل على السلاح ذا. خلونا بالسجي هنا. وخلونا يا جماعة الخير خلونا نرفع التحمل. فبإذن الله خلاص باقي لنا بس اضافات واحدة ونختم اللعبة ذي بنسبة 100%. فأتمنى يا جماعة الخير انه اضافات لعبه دارك سول الجزء الثالث الاولى نالت اعجابكم. اتمنى انكم خفيف عليكم. انا ان شاء الله اشوفكم في الحلقات او الحلقه القادمه اللي يعني خلاص يعني راح نلعب اخر اضافات. فشوفكم على خير يا جماعه الخير. في امان الله.